وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. النبي حينما سألوه أن يبعث لهم ملكا لم يشأ أن يقول بعثت لكم ملكا، وإنما أراد أن يربب الاحترام في المبعوث بأن المسألة ليست باختيار منه. وإن كنتم قد فوضتموني في أن أبعث لكم ملكا فأنا أريد أن أصعد أمر مهابة هذا الملك لا إلي ولكن إلى ربي. فقال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قولهم أن يكون له الملك علينا فيه عدم انسجام مع الخبر، لأن نبيهم قال لهم: إن الله قد بعث عليكم ولا لكم؟ يبقى مبعوث لصالحكم. هم حينما لاموا القرار قالوا: أما يكون له الملك علينا، فخدوا المسألة على إنه جاي السيطر عليهم. ده هو جاي لصالحكم لأنكم أنتم اللي طالبين أن يقودكم في الحرب والمعركة. إذن فأمر الاختيار الملكي ليس عليكم ولكن لكم. يبقى أنتم نقلتوها ليه كده؟ نقلتها النقلة البايخة دي ليه؟ ما شاء الله. أن يكون له الملك علينا، هو أنا بعته ملك عليكم؟ ده أنا بعته في حسابي لكم، فكان يجب أن كنتم تخدم ده في حسابي لك ولا في لكن لا في حسابي. ولكن التلكؤ أمر طبيعي. شيء آخر أنه يدل أيضا أن يكون له الملك أن طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار إليها، الشخصيات المشار إليه. ليه؟ لأن عادة حين يحزب الأمر جماعة من الجماعات أن تفكر في من يقود بتبقى في أشخاص لمعة كده من الممكن أن يقع عليها الإيه؟ الاختيار من الممكن. ولكن ده دليل على أنه جه من غمار الإيه؟ من غمار القوم، بدليل أنه أن يكون ولم يؤتى. وده جاي لنا منين ده؟ يبقى إذن ده يدلنا على أن الناس حين يريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ولكن المناسب لنفسه، مناسب لنفسه، بدليل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أنا هو الملك جاي غطرسة؟ هو الملك جاي كبرياء؟ ولذلك يجب أن يتنبه الملوك جميعا ومن في حكمهم إلى أن الملك يجب أن يكون للرعية لا عليها. يجب أن يكون للرعية لا عليها. نعم. ما دام طالوت ده راجل من غمار الناس، ده يدلك على أن الحق يريد أن يضع قضية. حين تريد الاختيار إياك أن يوشك حسب أو نسب أو جاء، ولكن اختر الأصلح اللي هم أهل الإيه؟ أهل الخبرة، مش أهل الإيه؟ مش أهل الثقة. أهل الخبرة مش أهل الإيه؟ الثقة. ثم تعالوا القضية اللي انتم طالبينها عشان يقودكم ويبقى ملك، تعوز حاجة من اتنين: عايز رجل جسيم ورجل عليم، وانا اخترت جسيم وعليم. انا اخترت ايه؟ جسيم وعليم. وعليم جسيم كده بالمهابة كده، مفهوم؟ وعليم. ان الله، وبعدين قال ايه بعد؟ شوفوا شوفوا بقى القرآن الاول: ان الله قد بعث لكم، مش كده؟ وكلمة بعث ما جرحتش الباقي في انه احسن منه، انما لما حصل فيه لجاج قال ان الله اصطفاه عليكم. الله. حصل ايه لجاج بقى؟ نقول لهم لا، هنقولها لكم بقى
ان الله ايه اصطفاه عليكم. كنتم الدريين والمسألة مدارية. ما دام بقى كأنه لا يوجد فيكم، ان وجد فيكم اهل البسطة والجسامة ما يوجدش فيكم اهل الايه اهل العلم، ان الله ايه اصطفاه عليكم. وزاده بسطة، مش كلمة وزاده، كأنه كان يجب أن يكون مجرد اصطفاء الله ترجيحا لوجوده، فما بالك وقد زاده بسطة في العلم. يعني علشان حتى يسد الزريعة بتاعتكم، يعني مع أن مجرد اصطفاء ربنا كان إيه كان كافي، إن شاء الله يكون قميء، إن شاء الله يكون أي حوى اصطفاء، لكن برضو اصطفيته وزاده بسطة. ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم. شوف بقى حرقة الله. وزاده بسطة في العلم والجسم، ودي المؤهلات الذي ايه اللي تريدونها الآن. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. ما تفتكروش ان انتوا اللي هترشحوا لي الملك ابدا، اني انتوا طلبتوا من ان انا ابعت ملك، سيبوني انا بقى بمقاييسي اجيب الملك الايه المناسب. والله ايه والله واسع عليم. معنى واسع يعني عنده لكل مقام مقاله ولكل موقع رجله، عنده اتساع، عنده ايه اتساع، وعليم وخبير وعارف ده يصلح لدي وده يصلح لدي وده يصلح لدي. مش عن ضيق، مش عن قلة رجال، مش عن قلة خبرة، مش عن قلة علم. وقال لهم نبيهم ان آية، ما دام حصل فيه لجاج كده يبقى اللجاج دائما لون من العناد لا ينهيه الا الامر المشهدي المرئي الذي يلزم الحجة بقى، اللي هي نجيب له بقى معجزة بقى، نجيب له ايه معجزة. ما دام المسألة وصلت كده ولا استقبلوش الامر الله، لو استقبلوا امر الله متأكد انت. قال آية ملكه، آية ملكه يعني علامة انه ملك، وان الكلام ده صحيح. شوف ادب النبوة حتى، مع انهم هم رايحين للنبي يقولوا ابعث لنا ايه ملك، وقال ان الله ايه وجاب لكم، ومع ذلك قال حنجيب لكم علامة عشان ايه عشان تصدقوا، مع ان كان الاصول والمنطق مدام راحوا له على انه نبي انهم ما يدخلوش وياه في هذا اللجاج ولا في هذا الجدل. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ما دام حصل لجاج عايزين علامة، قال والله العلامة أن يأتيكم التابوت. لازم كلمة أن يأتيكم التابوت ناخد منها حاجتين، أن التابوت كان غائبا ومفقودا مش كده، وأن التابوت ده أمر معروف الكل إيه، وكأن في تلهف على التابوت ده يجي. يبقى في ثلاث إيه دلوقتي، ثلاث حاجات. يأتيكم التابوت يبقى التابوت مفقود خلاص، والتابوت معروف لهم مش كده، وفي تشوف على انه ايه. فما هو التابوت؟ التابوت ده ورد في القرآن في حتتين، الحتة دي والحتة اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. إذن التابوت نعرفه من يوم قصة موسى وهو رضيع، وأمه خافت عليه وربنا قال لها إذا خفت عليه فألقيه بالإيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا آخر. إذن فللتابوت قصة مع مين؟ مع موسى وقومه، مع موسى وقومه. هل هو هذا التابوت؟ غالب الظن أنه هو، ما دام جاب التابوت كده هو على الاطلاق يبقى التابوت المعروف ايه. وكأن المسألة اللي نجا بها موسى
واللي قال لها اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل دي له تاريخ مع نبيين ومع موسى وتاريخ مع فرعون وعملية ايه كبيرة. دي عملية ناخد منها. اما الاثار التي ترتبط بالاحداث الجسيمة في تاريخ عقيدة يجب ان يعنى بها. ما نقولش دي ايه ودي ازاي ودي كفريات ودي وثنيات الكلام اللي ما نقولش الكلام دي لان دي لها ارتباط بايه؟ ارتباط بامر عقدي، ارتباط بحته تاريخ، ارتباط بمقدسات. وشوف بقى التابوت اللي فيه بقيه مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكه. اشمعنى تحمله الملائكه؟ دي عمليه يعني كبيره قوي. اذا الاثار التي لها مساس ولها ارتباط باحداث العقيده واحداث النبوه، التشريع والقران بيقول خليها عندكم وخدوا منها ايه؟ خدوا منها عظة، خدوا منها عبرة، لأنها بتذكركم بإيه؟ بأشياء مقدسة. فلما يجي التابوت أم قال لك إيوه، أكن التابوت كان مفقود، ومفقود معناه أن عدوا غلب على بلادهم، وأول ما يغير عدو على بلاد يحاول طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة. وأي واحد يجي في نظام بده يلغي إيه؟ اللي قبله بكل ما يتصل به، حتى اسم شارع يلغي، حتى اسم مش عارف ايه، عايز يعمل كده. فاذا كان التابوت بهذه الشكل يبقى الاعداء اللي جم وحصل بتاعه وهم الوف وحضر الموت والى اخره، لازم دول ضيعوا مين؟ خدوا التابوت. وما هيسيبوا التابوت اللي هو اقدس شيء عندهم ده وخدوه. فقال لهم اهي ايه الملك بقى، ان التابوت اللي انتم تتلهفوا عليه ده اللي ينضغط بمقدساتكم ايه؟ هيجيلكم. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فيه سكينة يعني إيه؟ فيه اطمئنان، اطمئنان كده واستقرار نفسي. لأن الإنسان حين يجد التابوت اللي فيه نجاة نبي وفيه الأشياء اللي هيقولوا عليها اللي هنقول عليها فيما بعد، يمدي يستروح فيها إيه؟ يستروح فيها صلته بالسماء، صلة مادية، صلة ايه؟ تقوم تخلي نفس ايه؟ نفس تستريح. شوف بقى لما يقول لك ان دي المصحف اللي كان بيقرأ فيه سيدنا عثمان، طب ما زاد ايه؟ ما هو المصحف هو انما ده اللي كان بيقرأ فيه مين ايه؟ لما مثلا تيجي تروح مثلا في دار الخلافة مثلا في تركيا ولا كده، اهو ده السيف اللي كان بيحارب بيه الامام علي، تقوم تبص كده تقوم تلاقيه يعني حمله قد 10 سيوف، ازاي كان بيقدر مثلا يشيله؟ يقول لك مثلا اهي دي شعره من دقن حضره النبي عليه الصلاه والسلام، اهي دي المكحله اللي كان النبي بيتكحل بيه. مساله تعمل ايه؟ تعمل كده استشراف ايه؟ نفسي. استشراف ايه؟ نفسي. حتى اللي عنده شويه زلزلات او ذبذبات ايه؟ تستقر. ده الواحد منا مثلا لما بيروح مثلا وبعد ذلك يقول ده البنوره فيها دي فيها المرود بتاع النبي، تبقى حاجة يعني عظيمة أوي. يبقى فيه سكينة ولا مش فيه ايه؟ مش فيه ايه؟ فيه سكينة. فيجب ان الناس تعدل رأيها في مثل هذه الاشياء، وان يبعدوها عن الشركيات وعن الايه؟ الوثنيات. نحبها وتحب علينا بالسكينة، انما ما ننفتنش بيها. قولنا صحيح ما تنفتنوش بيها، نقول لك لا ما بتعملش حاجة، ما بتتفتنش. انما دي بتذكرنا بايه؟ بتذكرنا بامر يتصل بعقيدتنا وبنبي ايه؟ وبنبي عقيدتنا. وبعدين شوف بقى التابوت اللي فيه شويه اثار من من آل فرعون وآل مين. حتى شوف حتى ربنا بده يعني يبسط المساله. وبقيته ما قالش مما ترك موسى وهارون، مما ترك ايه؟ آل موسى وآل هارون. وكأن آل موسى وآل هارون حافظوا على اثار موسى وهارون، لان مين اللي هيحافظ عليه؟ هي برضو اثار موسى ومين؟ أثار موسى وإيه؟ وهارون. وبعدين تحمله الملائكة. إيه محمول الملائكة اللي بيحمل أثار النبوة وتحمله الملائكة، يبقى دي حاجة نضن بها، دي حاجة ما نعتنيش بيها، دي حاجة ما توهكش فينا مواجدنا الدينية. أن آيات ملكه إيه؟ أن يأتيكم التابوت. شوف بقى المهم أن يأتي التابوت تحمله الملائكة. الله. طب ان يأتي التابوت نسب الاتيان الى التابوت، هل كان من ضمن العلامة انهم قعدوا كده وشافوا التابوت جاي كده؟ لان مدام ملائكة هيبقوا غير مرئيين مش كده ولا لا؟ يقوم يشوفوا الايه
التابوت جاي كده، انما بقول التابوت ده ان ياتيكم تابوت انسد اسند المجيء لمين؟ الاتيان للتابوت. وبعدين قال تحمله الملائكه، والملائكه مش مرئيه، خلاص يبقى هيشوفوا ايه؟ روح بالله دي تخلع القلوب ولا لا؟ تخليهم يقولوا دي ايه ايه، ويقولوا يا طالوت انت خلاص مش كده ولا لا؟ ملك. ملك ما فيش كلام. ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. نريد ان نعرف الاشياء التي يمكن لآل موسى انهم يحافظوا عليها من موسى، وآل هارون ان يحافظوا عليها من مين؟ من هارون. نقول يا اخي المعقول ان برضو لما الجماعه جم يتكلموا قال لك ده حته عصا موسى، ده معقول ان تكون ولا مش معقول؟ الله، ده اداه من اداه المعجزه، ده معجزه وانقلبت حيه. هل تظنون ان موسى اهملها او قوم موسى اهملوا او المؤمنون بموسى اهملوا العصايه اللي انقلبت حيه دي؟ دي مسألة مش ممكن أبدا. ده بيبقى عند الواحد من دول سيف جده عمال عامل له دولاب وعامل له، ودي عصاية وبثبت لها عصاية تكلم الله فيها، ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاية أتوكأ عليها. قالوا إيه؟ ألقها يا موسى فألقاها. قصة طويلة. هل من المعقول اللي يجي على البال كده إن العصاية دي بمجرد المسألة ما انتهت خدوها ولعوها؟ يعني معقول إنها ضاعت كده؟ معقول يعني زي ولا ده لازم محفوظ عليها بايه؟ طيب الالواح التي فيها التوراه، والقى الالواح ساعه ما الحكايه بتاعته بتاعت اخوه موسى، وبعدين اتكسر منها شويه وخدوا ايه؟ خدوها، خدوا رضاض الالواح، الالواح اللي فيها التوراه. معقول برضو انهم اهملوه؟ ها؟ مش ممكن. عصابه مثلا موسى اخلعنا عليك، كل الحاجات اللي متصله بهم دي لماذا لا تكون ايه؟ لا تكون هذه الاشياء محافظ ايه؟ محافظ عليها، لان لها ارتباط بايه؟ ارتباط ارتباط مقدس بمقدسات ترتبط بالعقيده. وليس من المعقول ان قال موسى وقال هارون يقعدوا ايه يفرطوا فيها، ولو انها حتى من امجاد اباهم، خلها كده مش ملها صله بالسم. من امجاد مين؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أنهم أهل لجاج وأهل جدل وأهل تلكؤ، ما أمنوش بالحكاية إلا أن رأوا التابوت كده إيه جاي ماشي، أن يأتيكم التابوت. بعدين بقالوا جاي بها بقرتين يجروه أو يجروه بلا قائد وبلا سائق، برضو يبقى فيها معجزة، بقرتين جايبينه كده هو جاي ولا حد شوياهم قد بعضه. أن يأتيكم التابوت فيه إيه؟ وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. في بقى أعجب من دي؟ عشان تثبت صدق النبي في أن الله قد بعث طالوت إيه؟ ملك. إما كنتوش بقى هتأمنوا بالحكاية دي يبقوا راجعوا إيه؟ إيمانكم. راجعهم إيه؟ إيمانكم. السياق القرآني يدل على أن الله بهتهم بالحجة وبهتهم بالآية وبهتهم بالبرهان، بدليل أنه حذف فقبلوا طالوت ملكا ونظم طالوت الحرب ومش عارف وقام وقعد وفصل طالوت بالجنود. يعني المسألة بقت إيه؟ ما جابش الحكاية دي. فلما فصل طالوت بالجنود، يقال فصل الفصل يعني ايه؟ عزلت شيئا عن شيء. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. فصلت العير يعني ايه؟ سابت مصر وخرجت بقى من البلد. اهي فلما فصل طالوت بالجنود يعني ايه؟ يعني خرج من مكان اقامة الجيش. ومنه بناخد الفصل والفصول، سواء كانت في مؤلفاتنا او في كتبنا. الباب نقسمه الى ايه؟ الى ايه؟ فصول. يعني بنقطع طائفة كده من الكلام، نقول الفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الايه؟ وبرضو بنيجي في المباني وبنعمل فصل اول وفصل ثاني وفصل ثالث وفصل ايه؟ وفصل رابع. بنفصل ولا لا؟ لما فصل طالوت بالجنود، كلمة جنود جمع جند. الجند دي وصيح مفرد، انما يدل على جماعة. مفرد لفظ ايه؟ جند جمعه جنود. اصل كلمة جند الارض الغليظة الصلبة القوية،
ونظرا لان الجنود مفروض فيهم ايه ان ما ناخدش اي حد بدليل ان احنا بيعمل فرز بقى وناخد مش عارف ايه مش كده ولا لا عايزين ايه يبقى الجند في اصلها الارض الغليظة القوية جمعها جنود وهو مفرد جند مفرد الا انه يبقى ايه مفرد يدل على زي قوم مش كده زيارات مش كده ولا لا زي طائفة طائفة دي مفرد ولا لا انما هي جماعة ولا لا ها ولذلك لما يقول وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا هو الجماعة لان اصل الطائفة شوية وشوية وشوية ولما فصل طالوت بالجنود قال شفت اللجاج بقى اللي هناك لم يشأ طالوت اول مباشرة بقى لمهمته ان يدخل المعركة بدون تجارب مع قوم وقفوا في تعيينه ملكا ذلك الموقف لازم كده ادي فكرة العرض اللي بيعملوه عرض عسكري عرض عسكري مش عشان اباهي بان عندي عرض عسكري علشان اختبر واشوف نقاط الضعف اللي عندي ايه فجه حب يدخل على المسألة بايه على ارض ايه صلب. على ارض صلب قال لهم ان الله مبتليكم مشان بقى ان انتم مقبلون على مهمة لله في سبيل الله فانا مش اللي حجر الاختبار هو اللي يجري الاختبار لان اجراء الاختبار على قدر المهمة والمهمة متعلقة به ان الله انا مشرف فقط زي اللي بيجي رئيس امتحان السنوية في المكان الفلاني مالوش دعوة لا في الاسئلة ولا في التصحيح ولا مالوش حكاية ابدا ما مشرب بس كده فقال لهم ان الله مبتليكم بايه ساعة تسمع كلمة مبتليكم ما تفسرهاش على انها بلاء مصيبة لا اختبار قد برافو ينجح وقد ايه وقد يصل ما تخافش من كلمة ابتلاء بقى انما اللي هيخاف من كلمة في ابتلاء هو اللي يخاف من الامتحان اللي ما ذاكرش مش كده ولا لا يبقى كلمة ابتلاء ما تخيفش من اولها انما تخيف من نهايتها نسقط ولا ننجح نسقط كلمة مبتليكم تدل على انه اختبار والاختبار في قوله بنهر الله مبتليكم بايه يبقى لازم كلمة النهر دي يبقى لها موقع عندهم لازم كانوا عطشانين بقى لازم كانوا عطشانين وإلا لو ما كانوش عطشانين ولا يبقى ابتلاء ولا أي حاجة مش عايزين شوف احنا خدنا بناخد من ايه شوف القرآن وتركيبه قرآن وتركيبه بيوحيلك بأشياء ما النفس مش لأنه كلام رب إن الله مبقى ايه فمن شرب منه فليس مني لأن منام على عطش ساعة يرون الماء يبقى الكل حي ايه يعب منه عبا مش كده فقال لهم ربنا بقى مبتلي جاب لكم ماء صحيح انتوا عطشانين انما الماء جت هنا ما ربنا هيعمل امتحان هنا من شرب منه فليس مني ليه لانه دليل على انه ساعة رأى ما يحبه ويشتهيه اندفع ونسي امر الله مش كده يبقى الفانية عند ديا اولى من هناك يبقى انا مش مأمون على انه يجي ويانا انما اللي مأمون على انه يجي ويانا وعطشان كده وشاف الماء وبعدين قال له ربنا مش عايزك تشرب مني يبقى اثر مطلوب الله على مطلوب بطنه سبحان الله يبقى اهل لان يؤتمن ولا لا ومع ذلك لم يقسو الله في الابتلاء فاباح ما يفك العطش مش عملها بقى كده يعني قال لا ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشرب يعني هو مسامح لكم كنت ايه بالضبط كده تبلوا ريقكم انما ما تقربعوش تبل ريقك يبقى بده يديك على قدر الضرورة ليه
ما صلة هذا الابتلاء بالعملية الذين يقبلون عليها التي يقبلون عليها؟ قال لك لأن العملية الحربية اللي مقبلين عليها دي عرضة أن ينفذ منهم زادهم، مش كده؟ عرضة أن يحاصرهم عدوهم. يبقى العمدة في الصبر هنا انك انت تقوى على حتة شهوتك دي، وتأخذ من زادك ومائك على قدر ضرورة استبقاء الحياة، فخذ منه بس غرفة كده بس يدوه. يبقى اكن التدريب نافع للمهمة ولا لا؟ نافع للمهمة. فشربوا منه. برضو كلمة لما سمعوا تولوا الا قليل، برضو هنا قليل من القليل، فشربوا منه الا ايه؟ قليل. وهم كلهم قبل كده كانوا ايه؟ قليل. كانوا قليل. يبقى قليل من الايه؟ قليل. يبقى دي اسمها غرابيل الاستفاء، مش كده؟ او مصافي الاختبار. لان في واحد يقوى على نص المشقة، واحد تلت ارباعها، واحد على ربعها، فدكهم فلما كتب عليهم القتال تولوا الا ايه؟ الا قليل. وبعدين كلهم دخلوا في اللماضة وانا يكون له وهو الى اخره، وانتهت المسألة بالآية وجيه التابوت وهو الى اخره. وبعدين حب نيجي في الابتلاء، اهو القليل ده يا ريته تفضل قليل، بل القليل انقسم الى كثير والى قليل. فشربوا منه الا ايه؟ قليل. الا قليل. القليل ده هو اللي يبقى هو اللي ايه؟ هو ده بقى اللي يصلح. عال مش هو ده اللي هيصلح؟ شوفوا المصفى الثالثة بقى جاية ازاي، علشان تعرفوا ازاي مصافي الابتلاء في الجهاد في سبيل الله، عشان ما يقبلش ولا يحمل كلمة الجهاد في سبيل الله للايه؟ ان المأمون عليها، الذي يعرف حقها والذي يعرف الثمن فيها. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اعترف غرفة بيده. طبعا احنا عارفين في غرفة للمرة، يعني غرفة ايه؟ واحدة. غرفة اسم للايه؟ لا، اسم لما يؤخذ، اسم للايه؟ لما يؤخذ، اسمها ايه؟ غرفة. انما العملية نفسها مرة واحدة اسمها ايه؟ غرفة. فشربوا منه إلا قليلا منهم، خلاص. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، هنا حتى كان يجب أن يتنبه إليه، وهو طيب فشربوا منه إلا قليل. القليل هو اللي آمن، اللي صفي، مش هو ده يبقى اللي جاوز النهر؟ مش كده كانوا عدوا النهر ولا لا؟ عدوا الايه؟ النهر. وأكن الجماعة اللي شربوا، ما هو قال له ليس مني، ما يبقاش وياه، مش من جنودي. يبقى مفهومها انهم ساعة ما عدوا نهر مين اللي عد؟ القليل اللي ايه؟ خد الغرفة ده بس، اللي ما شربش. طيب فشربوا منه الا فلما جاوزه، جاز المكان يعني ايه؟ تعداه. وبنسمي المجاز، مش كده؟ المجاز بتاع البيت اللي بنعد منه الايه؟ وجاوزنا ببني ايه؟ اسرائيل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، برضو شوفوا شو المصفى الأخرانية، ساعة كانوا في الابتلاءات كانوا لم يروا العدو، والصف التصفية دي. فلما جم اللي ما شربوش وجاوزوا البحر معه وبهتوا رؤوا العدو، ابتدأوا برضو يبقى لهم موقف، ابتدأوا يبقى لهم ايه؟ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الله 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 الله، بقى بعد ما نجحتوا كل دي، كل اللي قال الكلام ده مين؟ الذين جاوزوا البحر النهر معاه ونجحوا في كل الاختبارات، انما جم بقى في الاختبار العالي النهائي برضو خافوا. لا طاقة لنا اليوم بايه؟ بجالوت وجنوده. خد بقى، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. ادي فايدة المواجيد بتختلف وان اتحدت المرائي. الذين جاوزوا انقسموا قسمين، قسم رأى جالوت وجنوده، والقسم الثاني برضو رأى جالوت وجنوده، بس ما انقسموش عند الرؤية، انقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية.
واحد ايه خاف وواحد ما خافش، مش كده؟ فاللي خاف قال لا طاقة لنا اليوم بايه بجالوت وجنوده. ادي النزوع بتاعه، يبقى خاف رأى جالوت وجنوده فوجد الخوف منه في نفسهم فقال لا طاقة لنا الايه. يبقى عملية شعورية ثلاثة ولا لا؟ ادراك ووجدان ونزوع. طيب وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، هم شافوا برضو ولا لا؟ والموجود بتاع ما خافوش ليه؟ مؤمنين بالايه؟ مؤمنين بالله. اذن فالمراء قد تتحد ولكن المواجيد تختلف والنزوع يختلف باختلاف المواجيد. وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كأنهم أدخلوا في حسابهم ربهم ودكهم عزلوا عن حسابهم ربهم، فهم منطقيون مع أنفسهم لأنهم رأوا نفسهم قلة ودكهم إيه، لأنهم معزولين عن حب عن حضانة الله. إنما اللي حسب نفسه في حضانة الله يبقى يستقل دكهم ولا ما يستقلهم شيء؟ يستقلهم. كم من فئة قليلة إلا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لك أن تقول الذين يظنون مجرد ظنهم أنهم ملاقوا الله جعل لهم هذه العقيدة، مجرد الظن، فكيف إذا كان يقين؟ طب ملاقوا الله جزاء في الآخرة ولا ملاقون الله في المعركة؟ وإياهم ربنا، ربنا مش هيسيبهم. يبقى تنفع كده وتنفع إيه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إيه يعني مع الصابرين؟ أم قال لك لأن فيه معارك يفوز بها الأقدر على الصبر، الأقدر على الصبر. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. هو يقول لهم ألن استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة من الملائكة منزلين، هيمدكم بكام؟ ده الوعد، بلى يمدكم بالثلاثة، وإن تصبروا نجيب لكم نمدكم بإيه؟ نمدكم بإيه؟ بخمسة. بكأن التبرع بكام؟ بثلاثة. وان تصبروا وتتقوا نجيب لكم كمان ايه؟ اذا المدد يجي على قدر ايه؟ على قدر الصبر. ليه؟ ام قال لك لان حنان القدرة عليك ساعتها يجدك تتحمل المشقة. يوم يحن عليك ويجيب لك. انا ضربت لكم مثل زمان وقلت اذهبوا ان انسان تاجر جملة كبير وجلس امام الخان يسموه ايه الدكان الكبير يعني الوكالة، وبعد ذلك عربيات النقل جايباله السحاحير والبضائع والعمال عم كل واحد يحملوا ايه الصندوق ويدخله في الوكالة، وبعد ذلك جاء حامل حمل صندوق فغلبه الصندوق، اتاني ثقله ما هو ازاي ثقل الايه الصناديق اللي فاتت، والرجل يجلس امام محله وراى ان الصندوق يغلب العامل، ماذا يكون الموقف؟ والعامل يحاول ان بلا شعور تلتفت اليه مندفع وقام كده وياه. كذلك ربك، كذلك ربك عايزك عايزك تستنفذ اسبابه المعطى لك، فحين تستنفذ الاسباب برجوله وثبات وصبر تجد معونة الله لك، من هذا يستحق أن يعان. كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه؟ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، ادي الشحنة الايمانية، الشحنة الايمانية لمن يريد ان يواجه عدوه. بيقول ايه؟ ربنا
حتى في النداء ما قالش يا الله، قال ايه؟ لان الرب ده المتولي التربية، متولي الايه؟ لان مطلوب الله عبودية وتكاليفه، انما مطلوب الربوبية ده عطاء مطلوب ربنا. يعني احنا مسؤولين منك يا سيدي، ياللي خلقتني، ياللي بترزقني، ياللي امدتنا بالاسباب، ياللي 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 ربنا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. شوف كلمة افرغ، افرغ علينا، اسمعنا افرغ علينا صبرا يعني. وقال وافراغ ايه يعني؟ ايه عبينا صبر بقى، افرغ علينا ايه؟ افرغ علينا صبرا يكون اثره ان تثبت اقدامنا. يكون اثر الصبر ده ان ايه؟ ان تثبت وثبت اقدامنا. ونهاية الصبر وتثبيت الاقدام ان ننصر على القوم الايه؟ على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله. هزم تدل على فرار من كان يحب ان يكون كرا، لان فيه كرة وفيه فر. المحارب يحب ان يكون كار دائما، فحين يلجأ الى ان يفر. نشوف هل الفرار هذا احتراف لقتال؟ يبقى لسه ما ثبتتش هزيمة. لكن ان كان الفرار لغير كرة يبقى هي دي الايه؟ هي دي الهزيمة. ده قول الله فهزموهم باذن الله يدل على ان الكل لم يقتل، ولكن قتل ائمة الكفر فيهم. بدليل حيجي يقول ايه؟ وقتل داود جالوت. يبقى جالوت ده هو اللي كان ايه؟ كان الزعيم. يبقى اذا هذا يدل على ان الهزيمة معناها ان يصير الى فرار من كان يحب ان يكون ايه؟ كر. لكن هل افرض انه متحرف كر فر ليكر، يبقى لسه المعركة يقال معركة ايه؟ ما لسه. يبقى على ان لا يعود كرا يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه مهزوم. وقتل داود جالوت. داود اول مرة علم ينبت لنا في القصة الطويلة دي، ما عندناش فكرة عنه ابدا، ما عندناش فكرة. وقتل داود ايه؟ جالوت. وستأتي الفكرة عنه بعد هذه الايه؟ العملية. وآتاه الله الايه؟ الملك والحكمة، وعلمه ما ايه؟ ما يشاء. اذا فبداية داود من هذه المعركة. حبينا بس نعرف حاجة يعني، ادانا العالم هو ده اللي هو داود، لانه له هيبقى له قصة وهيجي منه سليمان وقصة طويلة. قال لك ان داود ده كان اخ لعشرة وكان اصغرهم، وقال لهم النبي ان اللي هيدخل علشان المعركة دي لازم يجي درع موسى على مقاسه. الدرع اللي كان موسى بيلبسه يجي على ايه؟ فابو داود جاب اولاده كل ما يا واحد يلبس الدرع ما يجيش على مين؟ على قده. لحد ما جه داود اصغرهم وجاء الدرع على ايه؟ على مقابته. وبعدين دخل به الايه؟ المعركة. فقتل القائد بتاع مين؟ بتاع جيش العدو. طبعا صغير، حكمة الله في ان يكون ذلك الصغير هو القاتل لكبير القوم. دي تدلنا على ان داود لما جاءت هذه له بالفتح العظيم وربنا اداله الايه؟ ملك، واداله حكمة، وعلمه منطق الايه؟ الطير، والحكاية الطويلة دي جاءت نتيجة ايه؟ ان هو قتل مين؟ ام هو احب الحكاية دي قوي والدرع ده بقى عنده لذيذ، ولذلك كان امله ان ربنا يعلمه، ولذلك لم يتخذ صنعة في حياته الا عمل الدروع. والان له الله الايه؟ الحديد. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من ايه؟ من بأسكم. علموا صناعة الايه؟ دروع. ودروع ايه؟ سابغات. ان اعمل سابغا وقدر في الايه؟ في السرد. شوف دليل على ان الانسان يحب الشيء
الذي له صلة برفعة شأنه. فحب ان دي ربنا عملها له ايه؟ عملها له ايه؟ صنع. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يأتي الحق بقضية كونية في الوجود، وهو أن الحرب ضرورة اجتماعية ما دام الناس مجتمعين، وأن الحرب يدفع الله به الناس عن إيه؟ عن الناس، وأنه لولا وجود قوة أمام قوة يفسد العالم. لو تسيطرت قوة واحدة في الكون كان يخرب الكون. إيه اللي بيعمل الأكوان؟ إن توجد فيه قوة وقوة إيه؟ ولذلك تجد العالم محروس دائما بالقوتين الإيه؟ لازم كده، وإلا لو كانت قوة واحدة كانت إيه؟ تعم الإيه؟ تعم الضلال. تجد مثلا قديما يجي يقول لك مثلا إيه؟ أمة فارس في الشرق وأمة الإيه؟ الرومان في الإيه؟ في الغرب. دلوقتي برضو عندنا إيه؟ عندنا مثلا كده. يبقى لولا دفع الله، ومعنى الدفع معناها إيه؟ دفعه دفعه يعني إيه؟ رده عن مراده. يبقى مراد الناس أن يوجد إيه؟ شر، والله يدفع الشر بالإيه؟ والشر بالشر. وإلى